تدري أنك تقدر تقدم بلاغ عن أي مخالفة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بخطوات سهلة وبسيطة من خلال جوالك عبر تطبيق زاتكا؟ افتح التطبيق بعد تحميله من المتجر، من القائمة الرئيسية اضغط على خدمات عامة، ثم اضغط على البلاغات، حدد نوع البلاغ واملأ البيانات وأرفق المستندات اللي تثبت صحة البلاغ، ثم وافق على الشروط وأدخل رمز التحقق واضغط على إرسال. وبكذا تكون قدمت البلاغ بنجاح، وسنعمل على التعامل معه بأسرع وقت وبسرية تامة. وإذا لقيت أي مخالفة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يمكنك الإبلاغ عبر القنوات الرسمية. كن جزء من النمو الاقتصادي وساهم في وقف المخالفات الضريبية.